السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدي أعمل لكم فطير، كتير طريقته سهلة. نخلت طحين كيلو، بدي أحط عليها بس نتفة ملح وأعجنه بمي دافية. هاي الطريقة إن شاء الله بتسهل عليكم كتير، اللي بحب الفطير وما بقدر إنه يعمله. بدي أعجنه بس نتفة ملح ومي دافية، ونضل نعجن فيه لحد ما تصير عجينة متماسكة. بعد ما صارت العجينة زي هيك بدي احطها على الرخامة لانه بدها عجينة كتير. قد ما تقدري بدك تضلك تعجني فيها. بعد ما نعجنها ونخلص بدنا نرجعها زي ما انتم شايفين، نرجعها هون بخليها تقريبا ساعة ترتاح وبعدين نرجع ان شاء الله نقطعها. وهيك بعد ما ارتاحت العجينة تقريبا ساعة تركتها. افرجيكم طريقة ان شاء الله للمشلتت، كتير بتعجبكم وسهلة زي ما انتم شايفين العجينة. وفي عندي سمنة وزيت مع بعض. بدي اقطع العجينة صغيرة عشان لا نفرد ولا انه نتعب، زي هيك تقريبا قد حبة الليمونة او المشمشة. احطها بالزيت ارجعها رجعت زي ما انتم شايفين. بعمل كل العجينة نفس المقاس، يعني أكبر شوي أصغر شوي مو مشكلة. خليني أقطع كل العجينة إن شاء الله، بدي أقطعها وأريحها كمان ساعة إن شاء الله، برجع لكم نكمل خطوات الفطير المشلتت. طريقة إن شاء الله بتعجبكم وسهلة كتير. الزيت او الزيت والسمنه اللي انا قاعده بحط فيهم العجينه هذول بيسهلوا علي اني افردها. خليني اكملها ان شاء الله وارجع لكم. بعد ما تركتها تقريبا ساعه زي ما انتم شايفين بدي اخذ واحده واحده. عملت انا واحده زي ما انتم شايفين، طبعا بتكون سهل انه نفردها بالايد، زيت وسمنة وبفرد. عادي لو تقطع يعني تمزعت شوي معكم ما في مشكلة. ناخدها ونحطها فوق هاي. بنضلنا نفرد فيهم قد ما بدك طبقات بتعملي. انا بدي اعملها خمس طبقات العجينة، والسادسة الفها فيها. ناخد من السمنة وندهن عليها، صرنا عاملين ثلاث، نعمل الرابعة. زي ما انتم شايفين كتير سهل فردها عشانها مرتاحة. ناخذ من جوا لبرا
هاي الخامسة، ناخذ من زي ما حكيت لكم، ناخذ من جوا لبرا عشان ما يضل اشي خميل. اجيب هدول احط سمنة عليها بحطهم وبعاود بلفهم هيك بخليهم يرتاحوا. هاي اول قرصة عنا، بنعمل الثانية. نفرد قد ما الله اعطانا من انه نقدر انه نفردها عادي زي ما حكيت لكم، لو تمزعت مو مشكلة، بدنا نعاود نلفها. ما احنا نحطها هون، نفرد الثانية. خليني اكمل كل الكمية ان شاء الله وارجع لكم، بلاش اطول عليكم بالفيديو. طريقة سهلة ان شاء الله بتعجبكم، خليني اخلصهم ان شاء الله وارجع لكم. عملت تنتين، ضل واحدة حبيت اني افرجيكم اياها. حطيت سمنة، زي ما انتم شايفين تفرد دغري على السريع. اهم اشي انه ما نخلي مكان يكون خميل، عادي لو مش قد بعض ما في مشكلة. كل قرصة عملتها ست طبقات، بس طبعا عشان بنعاود نطبقها مرة تانية راح تطلع اكتر. ما تتحمل اشي، كتير سهلة. برضو بعد ما نخلص العملية هاي بدنا نستنى عليها كمان قد نص ساعة. نمسك الرقات ونلفها. نرجع نكورها وبنخليها ترتاح. نرجعها هون، خليهم يرتاحوا كمان نص ساعة ان شاء الله ونرجع لكم. بعد ما ريحناها للقرصة اللي عملناها، بدنا نمدها بالصينية زي ما انتم شايفين الحجم اللي بدكم اياه. مد معنا بكل سهولة. بعد ما نمدها بدنا نريحها كمان قد 10 دقايق، بعدين بنحطها بالفرن ان شاء الله. برجيكم اياها بس تطلع، تقريبا بدها 10 دقايق بالفرن، برجيكم اياها ان شاء الله بس تجهز. هاي الفطيرة بعد ما استوت زي ما انتم شايفين هشة. ان شاء الله الطريقة بتعجبكم ويعطيكم العافية.